نشرت صحيفة الوطن البحرينية الجزء السابع لسلسلة حلقات من تاريخ الزبارة التي كانت شاهدة على حضارة أسسها آل خليفة الكرام شرق الخليج العربي، وانطلقوا منها لتأسيس البحرين الكبرى على كامل شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، حيث خصص الجزء الثاني من هذه الحلقة للازدهار التجاري والاقتصادي في شبه جزيرة قطر تحت سيادة حكم آل خليفة. اتخذ مؤسس الزبارة الشيخ محمد بن خليفة الكبير قراراً اقتصادياً مهماً ساهم في تحويل الزبارة إلى مركز تجاري هام وغني، وهو اتباع سياسة التجارة الحرة، حيث فتح المجال أمام العمل التجاري بمختلف أنواعه دون فرض أي ضرائب أو رسوم على التجارة الداخلية أو الخارجية. فتحولت التجارة الإقليمية في الخليج العربي من الموانئ المختلفة على ضفتي الخليج إلى الزبارة. مانستي وجونز تحدثا عن ذلك في تقريرهم الصادر عام 1790 عن التجارة في بلاد العرب، مما ساعد على سرعة ازدهار ميناء الزبارة وانتعاش التجارة فيه. اتباع آل خليفة سياسة التجارة الحرة فلم يتقاضوا شيئا من المكوس، بذلك صارت الزبارة أول منطقة تجارة حرة في الخليج العربي، فزاد الاستيراد من الأسواق الرئيسة في الخليج العربي والموانئ الأخرى ووصولا إلى الهند. ذلك ما دفع المؤرخ الإنجليزي جون جوردون لورمير إلى توضيح جانب من سياسات الدولة الخليفية الناشئة وأثرها في دول المنطقة، فعنون أحد أبواب كتابه الموسوعي في الفصل المتعلق بشبه جزيرة قطر بعبارة تشد الانتباه: نمو الزبارة يهدد المصالح الفارسية. يعود ذلك إلى أن الاحتلال الفارسي للبصرة الذي استمر منذ سنة 1776 وحتى 1779 ميلادية كان قد أدى إلى ازدهار الزبارة، حيث هاجر إليها عدد من تجار البصرة مع رؤوس أموالهم الطائلة، فانكمشت الفائدة الاقتصادية للفرس بعد احتلال البصرة إلى حد كبير. يقول لورمير في كتابه الموسوعي دليل الخليج: قد أدى الاحتلال الفارسي للبصرة الذي استمر بين عامي 1776 و 1779 إلى سرعة نمو الزبارة، فخلال هذه الفترة هاجر إليها عدد من تجار البصرة الذين استقروا فيها وقتا من الزمن، وتركزت في الزبارة إلى حد كبير تجارة اللؤلؤ وتجارة شرق الجزيرة العربية مع الهند بشكل عام. وبسبب سياسة غياب الضرائب زاد الاستيراد ليفوق احتياجات الزبارة نفسها والسكان المقيمين فيها، وكذلك حجم استهلاك سكان شبه جزيرة قطر، ما دفع الدولة إلى فتح مسار تجاري جديد يقوم على إعادة تصدير الفائض من السلع والبضائع إلى الأسواق المجاورة. قدمت الدولة الخليفية مجموعة من التسهيلات المختلفة لتجار الخليج وغيرهم، كان الهدف منها استقطاب المزيد من التجار والمستثمرين. وبالفعل تمكنت الزبارة من الاستحواذ على حجم كبير من التجارة البينية بين موانئ الخليج العربي لعقود طويلة، نتيجة سياسة الإعفاء الضريبي التي شملت مختلف موانئ شبه جزيرة قطر عندما امتد الحكم الخليفي إليها. وتأصلت هذه السياسة التجارية الحرة في عهد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي حكم منذ عام 1782 وحتى 1795. يقول المؤرخ البريطاني لورمير عن هذا العهد: كانت الزبارة في ذلك الوقت قاعدة أكبر من القطيف وأكثر أهمية، وفي عام 1790 كان التجار الأجانب يلقون فيها الحماية الكاملة ولم تكن بها أيضا عوائد جمركية،